السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هم English Learn with حمادة. كيف الحال؟ شمواسين مرحبا بكم في سلسلة أخرى وفي حلقة أخرى من سلسلة أساسيات اللغة الإنجليزية. طبعا تكلمنا في الحلقة الماضية عن the verb to be وتكلمنا عن indefinite articles وتكلمنا عن the verb to have. طبعا الفعل الثالث هو الفعل من الأفعال الثلاثة الأساسية اللي هم auxiliary verbs الأفعال الأساسية من الأفعال اللغة الإنجليزية الثلاثة اللي هم verb to be, verb to do و verb to have. اليوم اللي نتكلم عن the verb to do. The verb to do بكل بساطة ليخشوا مباشرة مع صيغة الثلاثية. The verb to do بالحسانية قلنا بالحسانية يعدل زاد والله يفعل بالعربية. طبعا الصيغة الثلاثية اللي هما affirmative ونegative وquestion. affirmative بشكل مباشر بصيغة طبيعية إنشائية بصيغة وعندنا بصيغة negative اللي هي النفي وبصيغة question اللي هي صيغة السؤال. طبعا كيف تمعودكم الحلقات الماضية نقولوا I, you مع الضمائر كامل. هون نقولوا I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. وفي نيجاتيف نقولوا I don't do, you don't do, he doesn't do, she doesn't do, it doesn't do, we don't do, you don't do, they don't do. وفي صيغة question نقولوا do I do, do you do, does he do, does she do, does it do, do we do, do you do, do they do. طبعا I do بمعنى أنا أفعل والله نعدل زاد. I don't do صيغة نيجاتيف أنا ما نعدل ولا أفعل بالعربية. question do I do هل أفعل بكل بساطة. طبعا the verb to do هو السقف الأساسي في الأفعال كاملها وهو اللي يسول وينفي جميع الأفعال. وطبعا ما عدا the verb to be والله modal verbs. modal verbs اللي هم الأفعال الناقصة. دور نتكلم إن شاء الله ربي في سلسلة من الحلقات القادمة عن the lingual modal verbs ونكمل إن شاء الله ربي دي السلسلة اللي في الأساسيات اللغة الإنجليزية. نتخطى مباشرة الـ examples. طبعا الصيغة الثلاثية واضحة هي affirmative, negative, question. مثلا you do your homework, you do your homework at night, you do your homework at night معناها أنت تقوم بعملك في الليل أو تمرينك المنزلي في الليل. You don't do your homework at night. You don't do your homework at night معناها أنت لا تقوم بعملك المنزلي أو تمرينك المنزلي في الليل. والله زاد ما تعدل تمرينك ما تعدل الاكسرسيس في الليل زاد. Do you do your homework at night أنت من درك أنك تعدل الاكسرسيس ولا homework at night. Mary does her job well معناها ماري تعدل عملها بشكل زين أو بشكل صالح. Mary doesn't do her job طبعا هذه doesn't جاية تنفي الفعل الأساسي اللي هو verb to do اللي هو verb to do لا تنفي وهذه doesn't بمعنى لا تنفي الفعل الأساسي اللي هو do. Mary doesn't do her job well معناها ما تعدل عملها بشكل صالح. Does Mary do her job هذه does الأولى بمعنى هل Mary do هل تقوم ماري بعملها بشكل صالح أو بشكل جيد. واضح. علي speaks Spanish طبعا هنا تياهلين تخطاوا شو قضية الأفعال الأخرى بما أني قلت لكم عن the verb to do عنه ينفي جميع الأفعال أو يسول عنه. علي speaks هنا تيا الفعل الأساسي هنا تيا speak ما تلا عندنا هنا تياها to do نعود له ننفو ذاك speak لنقوله علي doesn't بما أن علي pronoun ضميره هو he لنقولوا علي doesn't speak Spanish. Does علي speak Spanish لنسولوا عن الفعل من نفسه. Does هل علي speak Spanish هل يتكلم أليكس. Does Alex speak Spanish. They like chocolate هم يحبون الشوكولا. They don't like chocolate. Do they like chocolate. This player plays well هذا اللاعب يلعب بشكل جيد. This player doesn't play well. هذا اللاعب لا يلعب بشكل جيد. والزاد ما يعدل ما يلعب بشكل صالح. قالوا جويرات. Does this player play well? ندرك أن هذا اللاعب يلعب بشكل صالح والله جيد. طبعا thank you very much for watching. وواحد كامل عنده أي استشكال والله أي استفسار في the verb to do والله الأفعال الثالثة الثلاثية اللي سبقه ذا والله أي سؤال آخر لا ينسى يديره في خانة comment. ولا طبعا لا ينسى حد كامل ما كان قاعد يذاك الجرس داكو يضغط عليه إياك يوصلوا أي جديد ولايك وشير وسبسكرايب لا ينسى حد شير الفيديو بارتاج الفيديو وسبسكرايب
the channel. See you next time. طبعا نلقاكم المرة الجاية. Thank you very much. Goodbye.